اسمي عوض محمد عبد الرحيم السيد السيد من قرية صعصع خلقان سنة 1942. تيجي على الطريق العام، طريق يعني مش انه طريق مزفتة، طريق عادي. في الساحة كبيرة قدام بيت الحج محمود السعيد، وتحت منها في مغاير. وقت ما اجت اسرائيل بالطيارات اغلب العالم نزلت بقلب المغارة تحت الارض اتخبت. اللي كان معه سلاح كان يقوص على الطيارات، واللي ما معه سلاح الاولاد والادق كله حطوها بالمغارة. بعدين بدنا نرجع لل هذاك هاي التوتي، بيقولوا لها التوتي ستنا نفيسي، هذه ما بدفنوا كانوا فيها بس الا الاطفال من العشرة وبالنازل. كبير بالسن في تربة كانت على البيادر يقولوا يدفنوا الكبار فيها، يعني نروح نطلع مع هالختيري وقت ما ذاك ياخذنا ابوي معه بصير اجر كذا، واللي تعال اروح معه. كان عندنا مدرسه على البيادر بيقولوا لها مدرسه الحج حسين، كمان كانت من الاول للصف تقريبا السادس او للسادس، وبعدين بيطلعوا اللي بنجح يعني بروحوا على حيفا على صفد بتعلموا اللغه. تحكي لنا عن الاساتذه اللي كانوا يدرسوا، بتتذكر اسمائهم؟ والله بتذكرهم وما بنساهم يعني، وهم صاروا اموات يعني. في واحد بيقولوا له الاستاذ محمد الغلوبي من سفوري، وواحد اسمه الدكتور هو اسمه عادل، عادل شو ما بعرف بس من حيفا، وكانوا يعلموني هم. انت لايش درست بالمدرسه؟ سنه واحده كنت درست يعني بالصف الاول ابتدائي يعني. الوالد قديش كان عنده اراضي؟ الوالد قديش كان عنده؟ والله بتذكر في كرمين، كان كرم عنب لعمي وكرم لابوي عنب، وكان عندهم كم شجر الزيتون ومعدتين وهذاك، هذا اللي ياخذوني علي هاي اللي بعرفها، بس شي محلات بعيده ذاك له ما ياخذوني على بعور على فوق صوب الحميم وما حميم بقولوا له هذه. تحكي لنا اسماء العائلات اللي كانت موجوده ساكنه بساعة، بتتذكر اسماء العائلات؟ غير عائله وهبي وغير عائله السيد وعثمان. هذول الحج اللهم صل، ابو طريز كان عنده معصرة على الأول البلد من صوب البركة. معصرة شو؟ معصرة زيت زيتون. كان عنده. كان القرية يروحوا يعني يصروا عنده. فكانوا دار الله. في معصرة خالي محمود السعيد بيت الحج. كمان كان لهم معصرة بالبلد بنفسه يعني، بس هذوك فوق الزيت. فوق هاي التوتي لقدام شوي، بس بيجي من طريق البركي بركة صعصع. هل ما زلت بعدك متمسك بالعودة وحق العودة لأرضك؟ أكيد 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 الله، إذا برجع بعرف الكروم العنب بتاعينا وبعرف التينات والزيتونات وين بعرفهم والبيت بعرفه، ما داني عايش وصح لي اموت بفلسطين افضل ما اموت هون. وهلا بترجع تعيش بشادر فلسطين يعني؟ بعيش بشادر بقن حتى ببحش وبقعد فيه. بعمر اكم حجر وبقعد. بتحن لفلسطين؟ اوف ليه ما بحن لها؟ طيب ليش بتحبها؟ عم بقول لك اسا طلعني على الجنوب بطلع. ليش بتحبها؟ بحبها لانه عايش فيها، لانه خليت فيها وربيت فيها.